رأى أحد الزائرين سبحة في يد شيخنا الحاج حمد المغلي حفظه الله، فقال له: يا شيخ أعطيني تلك السبحة البركة. فقال له الشيخ منبها إياه بأدب: سبح في يديك. لما كانت البركة أنثى كل يخطبها ويريدها، ولما كان العلم ذكرا هجره وزهد فيه الكل. وغرد الشيخ التنبيه إلى أن أغلب الناس لا يتجشمون لطلب العلم والصبر على المطالعة ومزاحمة العلماء والتعب مع عويصات المساهل، ثم يطلبون البركة والسر والفتح وغيرها. نفس الأمر كذلك وقع مع شيخنا الراحل عبد الكريم الخلوفي رحمه الله، إذ جاءه طالب وقرب إليه رأسه وقال له: يا سيدي يقرأ علي شيء من القرآن لعله يسهل علي الحفظ. فدفعه الشيخ دفعا خفيفا وقال له: قم لتقرأ لوحتك واجتهد. وهكذا تربية شيخ الكل سيدي محمد بن الكبير رحمه الله، لما سمع الطلبة يتداولون فيما بينهم عبارات كالسر والوصول خشي أن يشغلهم ذلك عن الاجتهاد في الطلب والتحصيل، فقال ذات يوم فيهم: إني أسمع كذا وكذا، ألا وإن السر في الاجتهاد وحزب الفلاح في الأذكار. وبهذا يوصم شيخنا وعلماؤنا حفظهم الله ورحم من مات منهم، وصدق مولانا العظيم إذ يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وصدق رسوله الكريم حينما قال: إنما العلم بالتعلم.